عليكم خوتي المغاربة اخواتي المغاربة. انا الميساج اللي صيفطت البارح باش تعاونوا معانا. انا متفق معكم غلط في التاريخ باش نقول 24 قلت 28 نوفمبر من حقي. ما عرفتش مش علاش من حقي حيت انا يا ما عارفش اثنين من ثلاث من الاربعاء من الخميس من الجمعة والمخير انا غنسولو اليوم ونقول لي اليوم اشنو والله ما عرفت اليوم اشنو هو بالله. وهاد الميساج هذا كنوصلو لهاد السيد اللي كيقول بان هاد السيد اللي كيهضر معانا راه مسجون ما والو. خويا انا مسجون في زوارة خويا واش نقول لك الله يعطيك اخويا الحالة اللي حنا فيها وهم الدراري كاملين كيتسنطو وكاملين غندوزهم ليك باش تسمع الصوت ديالهم. تفضل اخويا. السلام عليكم اخوتي المغاربة اخواتي المغربيات والوجه لكم واحد الرسالة من داخل السجن بزوارة مدينة زوارة ليبيا في الحدود التونسية. المهم الرسالة اللي بغا نوصل لكم هو راه حنا تكرفسنا في هاد ليبيا هادي وراه حنا تكرفسنا وتكرفسنا بزاف وعانينا بزاف بلا ما نبقى ندخل في التفاصيل حتى شلا خاصني شلا ما يتقال خاصني نهار كامل باش نعاود لكم على ذاك العذاب اللي دزنا فيه ذاك المعنى. غنختصر الطريق وغنقول لكم حاولوا تعاونوا معنا بكل الامكانيات ديالكم بكل الامكانيات ديالكم اللي عندكم تعاونوا معنا. راه حنا درنا المحاولات بزاف درنا المحاولات داكشي في الاستطاعة ديالنا درنا عرفتي راه صيفطنا فيديوهات صيفطنا الدراري صيفطوا وكلينا عليهم عصا وانا راه التليفونات خدامين هنايا خزنا خونا سري كما كيقولوا كنديروا نهضروا معاكم دابا سريا من التليفون. المهم الرسالة بغا نوصل ليكم هو راه حنا مكرفسين هنا القمل داير فينا حالة الطونجة فيها متر وكينعسوا فيها ثلاثة الضيق وبنادم نعسفوا بعضياته بنادم كينعس في الكلوارات والمراض ما كاين والناس مراض كاين قلة الدواء كاين قلة الرعاية كاين كلشي الماكلة على قد الحال الماكلة هي قليلة. المهم نقولوا جيعانين وصافي البنادم كيعتق على حساب باش ما يموت. المهم راه كنعانيو بزاف بغيناكم توصلوا صوتنا نتوما راه نتوما حريين حنا راه ما عندناش حرية حنا راه مسجونين وراه كنعرفوا الحالة ديال المسجون كيفاش غاد الاوديو هذا راه حنا مغامرين ما عرفناش غادي يوقع هاد الاوديو اللي قاعد تسمع علينا. المهم خاصكم تعاونونا عافاكم بكل استطاعة واللي هادوك اللي ما صدقوناش واللي كيشكوا في هاد الاقوال ديالنا بان كنكذبوا يصدقوا ولكن كاينين بعد الناس اللي غيحسوا بينا من الكلام ديالي انا غيحسوا بينا والاكثرية غيحسوا بينا وغادي يصدقوا الكلام ديالنا ويعرفوا ولا صحيح. وراه الشيء راه بزاف اللي دزنا منه راه ما نبغينا حتى شي واحد مغربي وما نبغي حتى شي واحد وحتى شي واحد في خوتكم ولا خواتاتكم ما نبغي يطيح في هذا الموقف حتى شحال الموقف عمرنا ما كنتظروه. كنا غادي نعاونوا والدينا وباش نساعدوهم تقلبت حياتنا راسا على عقب مشات لينا الفلوس كاين اللي ماشيه لي 5000 اورو انا ماشيه لي 3000 اورو والدي مسلف لي النص وخليهم دابا الكريدي باقي دابا على ظهورهم. انا الوالده 4 شهور انا في ليبيا عمري ما سمعت صوت عمري ما هضرت معاها ما صدتش الامكانيات باش نهضر معاها بزاف دخلني هنايا رسمنا كيفاش نوصلوا الصوت. المهم اللي حس بينا راه غادي يعاوننا واللي ما حس بيناش نتمناو يحس بينا ودعاو معانا وديروا في المجهود ديالكم والله يرحم الوالدين وتحيه للمغاربه كاملين اللي كيغيروا على البلاد. خويا نوصل لكم هذا الميساج شتي حنايا هاد الهضره اللي كنصيفطوا فيها دابا كون يحصلونا والله يعلقونا والله الشمس ما نشوفوهاش في هاد الارض السعيده وعلى بالكم بان هاد الارض هادي حنا اللي فيها راه غربه اقسم بالله ويحصلوا فينا شي واحد ويحصلوا التليفون هذا تيقزبونا والله الشمس ما بقات تشوفها هذا راه خويا. السلام عليكم خواتات انا من داخل السجن ديال الزواره كنهضر معكم وهاد السيد هذا اللي قال بان هاد السيد اللي كيهضر ما مسجونش نتمناو الله يهدي علينا لان خوتو المغاربه كيموتوا كيعانيو الفقر اللي خلاهم يمشيو للظروف هادي كان بنادم باغي يغير الظروف ديال العيش لكن ما كتابش تشد ما ساهلش عليه الله وقال لك كنتو خير فيها خير ما عرفنا الله علاش وخرنا الله ما عرفناش كنا غنموتوا ولا كنا غادي نوصلوا ودابا كنطلبوا منكم طلب واحد وهو المغاربه يوقفوا مع خوتهم اللي مسجونين في ليبيا يديروا مظاهرات يطلعوا الجمعيات حنا راه خوتكم حنا ماشي اعداء ديالكم. والسلام عليكم. السلام عليكم بخصوص خواتات المغربيات والمغاربه ديالنا خوتنا حنا كنتكلموا معاكم من السجن الزواره
على اساس باش تمنعوا عنا المستحيل. سبارطاجيو لينا الفيديو وديروا لنا مظاهرات وشي نعاس قدام الادارات وقدام الولايه القنصليه ديال المغرب. الله يرحم الوالدين، تعاونوا مع الشباب المغربي ونقولوا بالله رحنا بغينا نخرجوا من المغرب باش الناس دير استثمار، دير شويه قروض، دخل الدعم والتمويل للمغرب ديالكم. يعني الناس ما خرجت من الولاد ديالها بغات تشوف شي حاجه لقدام ماشي شي حاجه للور. والكلمة الأخيرة، شوفوا لنا حل وديروا لنا مظاهرات وشي نعاس قدام القنصلية. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. السلام عليكم خوتنا المغاربة المغربيات، تعاونوا معانا. هادشي اللي كيقولوا لكم هاد الناس راه صحيح، والله حنا راه مخرفصين، راه مخرفصين، راه كاينين الناس المراض أكثر من صحاح والله العظيم بالله. إلا هادشي اللي كنقولوا راه صحيح أخويا راه صحيح، تعاونوا معانا تعاونوا معانا. حنبغوكم هادشي توصلوه فيسبوك والواتساب وجوجل، ما بارطاجيو والله يرحم الوالدين. تعاونوا معانا راه حنا مخرفصين، ونبغيوكم اخوتي ديروا معانا مظاهرات. رحنا اينا هنا وملينا وراحنا مقهورين، راه شايفين المجاعة وشايفين الشت والسب والضرب، ومعانا مبينا على الله، ما كاينش هادشي، راه ما فيه لا كذوب لا والو. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معانا اخوتي.